حميد باسكيت وإنتاج القناة الأولى. وشريط يحكي معاناة ديال واحد شريحة معينة من النساء المغربيات، وهو بحال تسليط الضوء على واحد شريحة معينة اللي هي العيالات اللي كيبيعوا في السوق والغارديانات، يعني واحد الشريحة اللي بحال كنعتبروها احنا شريحة اللي كدابز على لقمة العيش. حليمة بالنسبة لي هي رمز، وهي مثال للمرأة المغربية المناضلة اللي كتكافح وكتصابر وكتواكب الوقت والمتطلبات ديالها والإكراهات ديالها بعرقها، كتخدم على بنتها، على باها، على رجلها اللي هو رجل لا مسؤول، خنوع، كسول، يعني سانا الكوليك، شفار في جميع الآفات اللي ممكن تكون في أي شخص. ولكن يعني رغم هذه الإكراهات وهذه الضغوطات وهذه المشاكل العائلية اللي عندها، يعني تسلح بالصبر وبالايمان وبالاجتهاد وكتكمل مسارها الحياتي. كاينه مشاكل كثيره كتوقع لها ما غنقولهاش باش الناس تجيها، يعني لونفي دو فوار دو ريغاردي لو فيلم. انتي الان انتي سيناريست عند الشريط التلفزيوني، واش هذه ميلاد واحد الروائيه جديده في المغرب؟ وكاين دابا يعني مسلسل تلفزيوني كيتابعته القناه الاولى في كل اثنين على الساعه 10 ليلا، البيوت اسرار، كانت التجربه الاولى ديالي مع التجربه الاولى اللي خرجت للعلن. ميك عندي تجارب كاتبه ولكن مخليها يعني محتفظه بهم انا. ومسلسل البيوت اسرار هو 1 سيكوند 2 فوا 30، يعني مسلسل شويه ثقيل كيحكي، خصكم تفرجوا فيه لانه يعني عمل يستحق المشاهده. هذه ثاني تجربه للكتابه اللي كتخرج للعلن، وكاين تجارب اخرى جايه ان شاء الله باذن الله، نتمنى انها تروق للمشاهد المغربي.